السلام عليكم اخوان، كنتمنى تكونوا بصحه مزيانه وتكون الاحوال ديالكم افضل يعني تماني. بطبيعه الحال غادي نشوفوا في فيديو اليوم واحد لقطه مثيره بزاف، ويعني في المباراه اللي جمعت بين الوداد البيضاوي وحسنيه اكادير في البطوله الاحترافيه الوطنيه. فبطبيعه الحال كنشوفوا على ان يعني هاد التقنيه الفار يعني كتجي في يعني الموضع يعني المناسب يعني اللي كتحسم الامر، يعني هذه يعني امر ايجابي. يعني بطبيعه الحال يعني احنا كنشوفوا ان تقنيه الفار يعني كتطبق على المستوى العالمي، ولكن في البطوله يعني عندها واحد الدور كبير باش ما يبقاش داك المناوشات بين يعني بين الطاقم التقني وبين يعني باش ما يوقعوش مشاكل كثيره بزاف. فغنشوفوا هاد اللقطه يعني المدرب وليد الركراكي يعني امر اللاعبين ديال الوداد البيضاوي بالتقدم للامام، لانه هو معتمد بطبيعه الحال على 4-4-2. يعني كملاحظتي انا يعني كنشاهد المباراه وكنشوف على انه يعني معتمد على لي كونتر اتاك، يعني هجمات مرتده. فحاليا يعني بالنسبه للمدرب وليد الركراكي قام يعني بامر اللاعبين بالتقدم للامام من اجل بناء الهجمه، كما غتشوفوا معايا انا في الفيديو. غنشوفوا واحد المحاوله يعني واحد يعني اللاعب يعني من حسنيه اكادير قام باعاقه واحد اللاعب في الوداد البيضاوي، انا لم اضبط اسماءهم بالضبط، ولكن غتشوفوا معايا اللقطه يعني كانت فيها يعني ربما ركله جزاء. كما غتشوفوا معايا حاليا غادي نشوفوا اللقطه مزيان باش توضح لكم الامور لكل مشاهد. الوداد البيضاوي غتشوف بان شوف البناء الهجمه، شوف كيفاش التوغل، يعني استغل هفوه اللاعبين في المنطقه الدفاعيه. هنا فين كان التوغل؟ كتل هنا كانت الاعاقه، هنا كانت عرقله يعني حاول انه يعني يمسكو يعني باش يعني كانت فيها مسك يد، ولكن غنشوفوا على حساب التقنيه الفار. يعني كنشوف هنا الشي حاول يحط عليه الضوء في الكتف ديالو، ولكن كنظن انها غير واضحه. يعني ضروره تقنيه الفار هي اللي كتحدد، الطاقم التقني هو اللي كيلعب الدور ديالو بواحد نسبه 90%. كما كنلاحظوا دابا كنشوفوا اللاعبين ديال الوداد البيضاوي يعني غير راضيين، يعني ما راضينش على هذه اللقطه. اللاعب اللي قام بالعرقله يعني هو هذا اللاعب مدافع ديال حسنيه اكادير، فالكل ينتظر يعني حاليا يعني اللاعبين يعني احد يعني اللاعب جبران يعني ديال الوداد البيضاوي كيقوم بالتفات اللاعبين. يعني كنشوف وليد الركراكي كمدرب الوداد البيضاوي يعني تا هو غير راضي على هذه اللقطه. فغادي نوريكم بالضبط يعني المحاوله يعني ونشوفوا كيفاش يعني وقع، اين المصير، يعني فين وصلت يعني كيفاش حاولوا انهم يصحوا هذا الخطا. كنشوفوا حاليا الحكم يعني غيتدخل ضروري، مهم ضروري باش يشوف هذه اللقطه واش فيها بيلانتي ولا ما فيهاش. غنشوفوا لان تقنيه الفار يعني الاهم يعني كتدقق داك الشيء يعني بامر تدقيقي، وهذا الامر يعني كيحسم الامر يعني باش ما يوقعوش يعني بعض المناوشات بين اللاعبين، يعني تبقى ديك الروح رياضيه، يعني الروح رياضيه. يعني الفار كيحافظ على حتى هو نوع من 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 القواعد ديال كره القدم. نشوفوا هنا يعني كيحاول ان داك الطاقم التقني يعني في الفار حكام ديال الفار كيحاول يقرب الصوره باش توضح مزيان، لان ما واضحاش مزيان. فكما كنشوفوا دابا كما كتشاهدوا انه يعني اللاعب ديال حسنيه اكادير يعني ليس المراد انه يعرق اللاعب، يعني متجه للكره كما تشوفوا معاه، يعني ما عندوش نيه انه يعرق اللاعب، يعني متجه للكره. ولكن غنشوفوا تقنيه الفار هي اللي غادي تحسب الامر. هنا غادي نشوفوا الحكم شنو غادي يقول. طبعا الحال يعني الامر الحكم هو اللي غادي يعني كيامر بمواصله الكره، مواصله اللعب. صافي هذا باين علاش، حيت دابا نوضح لكم واحد الامر، لان بحال هاد يعني هاد اللقطه يعني كتوقع بعض المرات، بعض اللاعبين يعني كيحاولوا انهم
يعني يظهروا واحد يعني انهم غير يبداو يضحكوا شويه ولا زعما باغين يعني غير يمثلوا كما كنقولوا حنا باغين يمثلوا باغين. فكما غنشوفوا يعني بطبيعه الحال يعني الحكم يعني جزم في هذا القرار ويعني وقرر انه يعني بمساعده يعني الطاقم التقني ديال تقنيه الفار بان يتم مواصله مشوار يعني الشوط الاول بالنسبه للمواجهه بين الوداد البيضاوي وحسنيه اكادير. فغنشوفوا في نفس اللقطه يعني من بعد ما تم يعني استكمال يعني الشوط المباراه فنفس اللاعب قام بتضييع فرصه يعني صراحه مشاهدينا الكرام الله يعني انا كنت اظن يعني احد منكم يعني مشاهد سيسجلها يعني وانا اولى ولما لا ساسجلها انا يعني كنت يعني في منطقه الجزاء قرب منطقه الجزاء ولم يقم بترجمتها الى الشباك. يعني كاين يعني هفوه يعني بعض الاخطاء كيرتكبوها اللاعبين ديال الوداد البيضاوي بالنسبه للاعبين ديال الهجوم ولكن كنشوفوا يعني تنظيم ديال التكتيك اللي لعب به يعني وليد الركراكي يعني كنشوفوا يعني مستحوذ في وسط الميدان يعني خانق يعني حسنيه اكادير يعني ما كيخلقش لها مساحات من اجل يعني التوغل ومن اجل يعني استغلال المساحات واللعب على الاطراف. يعني كما كنشوفوا هنا كما كتشوفوا يعني في الصوره امامكم يعني اللاعبين يعني في الاجنحه يعني غالقين يعني على اللاعبين ديال حسنيه اكادير وسط الميدان يعني اربعه اللاعبين يعني يعني وليد الركراكي هذا هو لي زاسيس ديالو يعني كيعتمد على 4 4 2 يعني الهجمات المرتده يعني كيعتمد على بزاف ديال اللاعبين في خمسه لاعبين في وسط الميدان عندما تكون الكره عند بطبيعه الحال عند لاعبين ديال حسنيه اكادير. فغادي نشوفوا نكملوا يعني كيفاش الضغط ديال اللاعبين فريق الوداد البيضاوي يعني من اجل يعني ارباك منافس الخصم. نزل لكم الصوره الفوق باش تشوفوا يعني الطريقه يعني كنظن انكم شفتوها يعني صعيب بحال هذا الشكل يعني كان انه يسجلها يعني يكون مسجلها يعني اي ودادي غادي نفرحوا. بطبيعه الحال مدرب ديال حسنيه اكادير يعني غاضب على يعني يعني الهفوات اللي كيقوموا بها اللاعبين ديال في المنطقه الدفاعيه يعني كيتركوا مساحات شويه جاتو ما يعني ما جاتوش في يعني عاجاتو لحقوا ضربه يعني ما فكرش مزيان يعني هذاك الارتباك يعني ديال اللاعب لانه يعني بطبيعه الحال يعني اي لاعب راه كيخطا يعني راه اللاعبين نجوم يعني منهم ليونيل ميسي رونالدو اي لاعب راه كيخطا ما كيستغلش فرصه ولكن كون سجل هدف يعني غادي يعني بطبيعه الحال اي ودادي يعني بطبيعه الحال غادي يفرح بزاف لان غتحسم المباراه يعني بطبيعه الحال 2-0 يعني تقريبا راه 3 نقاط مضمونه للفريق الوداد البيضاوي.